اول مره اجي وهران، وشيء جميل جدا وناس في منتهى الرقي والثقافه والطيبه. Et donc là c'est un rêve qui se réalise et donc je suis très honorée d'être ici faire partie de ce festival. كل عام راهم يشاركوا الشباب يعني بالكور متراج. بكره نتمنوا انه ان شاء الله تكون كاينه لا كاليتي، يعني نتمنى نشوف ان شاء الله افلام جيده. نتمنى تكون عندنا مدينه سينمائيه فيها من الشباب، من الممثلين ومن المخرجين ومن مهندسي الصوت ومن يعني ما نستطيع ان نفتخر به. هو شعار حلو، نتمنى ما يقعدش الشعار، يولي بالحق يطبق في حياتنا اليوميه وفي عيشتنا كل يوم.